على 9 ليلا اتخاذ تدابير جديدة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. وأفادت الحكومة في بلاغ لها بأن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز والحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات، وبالنظر إلى الارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة. وتشمل هذه الإجراءات الجديدة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من 9 ليلا إلى 5 صباحا، ومنع التنقل من وإلى الدار البيضاء مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة جواز التلقيح، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل البضائع والسلع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة أمر بمهمة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل. وتتضمن الإجراءات كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي على 9 ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. كما تشمل الإجراءات وفق بلاغ الحكومة عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75% من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص في الحالات التي تسمح بذلك، مع الإبقاء على جميع القيود الاحتراز الأخرى والتي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية: منع إقامة مراسم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50%، وتقييد السماح بالتنقل بين العملات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية. وشددت الحكومة في البلاغ ذاته على ضرورة التقييد الصارم للمواطنين والمواطنات بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، من تباعد جسدي وقواعد الضابطة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية. أكد البلاغ كذلك على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو أي شخص يثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.